قطعت في الكاميرا بتاعتي، يبقى انا لما جيت قطعت في الكاميرا بتاعتي بان لي قطع ايه؟ ها؟ مستطيل. ممكن يبان لي قطع مربع، ممكن يبان لي، ممكن تبقى الكاميرا دي على شكل حرف تي، يعني مثلا اهي الكاميرا دي على شكل حرف تي، ممكن تبقى الكاميرا بالمنظر ده، دي مش ممكن تبقى كاميرا على شكل حرف ايه؟ شوف محمد طبعا النهارده هناخد 6 قطعات، وان شاء الله المره الجايه هديك قطعين او 3 زياده، بس عشان ما تحفظش كل مره. القطاع اللي عندي ممكن يكون مستطيل، ممكن يكون مربع، وممكن يكون مثلث متساوي الساقين، ممكن يكون مثلث قارب، ممكن يكون دايره نص دايره، المره الجايه هديك ربع دايره. تمام؟ القطاع بتاعي لو جينا قلنا ده مستطيل عرضه بي وارتفاعه H، ولو قلنا ده مربع الطول والعرض واحد اللي هو B، ادي دايرة نصف قطرها او نقول القطر كله D، برضه دايرة ادي R، وادي الدم ادي المثلث ادي ال B، وادي ال H، ادي المثلث ادي ال B، والارتفاع القائم ده الايه؟ ادي الخصائص اللي احنا نعرفها طول عرض قطر.
طب ايه الخصائص اللي انا عايز اجيبها؟ عايز اجيب اول حاجه اسمها السي جي، او بنسميها السنترويد. ميكانيك صح؟ ما هي اسمها تحليل انشاء الميكانيك، ميكانيكال استراكشر. طيب السي جي او منتصف الشكل هو عباره عن ايه؟ هو عباره الدرس ده المفروض انت خدتوه السنه اللي فاتت او سنه في اعدادي، المفروض الدرس ده انت خدتوه قبل كده. ما اعرفش. عباره عن ايه؟ عباره عن منتصف الشكل اللي بيمينه هو شماله او فوقه هو تحته. هو النقطة اللي امسك منها الشكل تبقى متزن، ما تقعش. يعني القلم ده المنتصف بتاعه فين؟ هنا ولا هنا ولا هنا؟ لو كده القلم هيميل كده. طب لو كده القلم هيميل كده. السي جي بتاعه هو النقطة اللي احط عليها القلم ملوش بيميل، هلاقيه بدأ ايه؟ يروح بالظبط. ده اسمه السي جي بتاع القلم. هو النقطة اللي بيحصل عندها حاجة اسمها، تعالى بقى في الميكانيكا أو التحليل الإنشائي، حاجة اسمها الإيكوليبريم. الاتزان بتاع المنشأ. ما ينفعش تعمل دراسة المنشأ من غير ما تجيب السي جي، من غير ما تحطه في السي جي. كاميرا ما ينفعش تيجي تحط الكاميرا ما تبقاش متزنة، المنشأ يقع. طيب يبقى أول حاجة هندرسها حاجة اسمها السي جي. السي جي عبارة عن إيه؟ عن النقطة اللي تقسم الشكل إلى نصفين متماثلين. طيب تعالى نفكر مع بعض. المستطيل فين النقطة اللي تقسمه إكس وواي؟ فين؟ في المنتصف. يعني اجي عند نص البي واعمل المحور الاولاني بتاعي اللي هو اسميه محور ايه؟ واي. واجي وعند نص الاتش اجي اعمل المحور بتاعي اللي هو اسمه محور اكس. تاني يبقى السي جي بتاعي في المستطيل للمستطيل فين؟ ها؟ في تلاقي المحورين في منتصف الشكل، منتصف المستطيل. طيب ده السي جي بتاعه. طب في حاجه اسمها الاي اكس والاي واي، خدتوها دي قبل كده؟ خدتها في دكتور شاهين. الاي اكس والاي واي. الاي اكس والاي واي، الاي اكس والاي واي هو مقاومه القطاع حوالين محور اكس، ده اسمه الاي اكس. طب الاي واي هو مقاومه القطاع حوالين محور واي. بمعنى جيت لي الموبايل ده ادي مستطيل اهو، قلت السي جي بتاعها مش ده محور اكس في المنتصف صح؟ طيب ادي السي جي، مش الشكل بتاعي حوالين محور اكس عايز يميل اما كده اما كده صح؟ السنه اللي فاتت درسنا مع بعض نتيجه المومنت بيحصل نتيجه ايه؟ يعني ادي الشكل بتاعي صح؟ كده حصل له الايكوليبريم. كله معايا كده؟ اهو ادي الشكل بتاعي حصل له اكوليبريم صح؟ امتى الشكل ده يحصل له مومنت او روتيشن؟ يلف كده ولا يلف كده؟ الترم اللي فات اما ما فيه ايه؟ قوه. كنا بندرس تحليل انشائي نتيجه القوه. القوه يعني ايه؟ اما هتضغط كده فيحصل له روتيشن او يحصل كده. طب ممكن من غير قوه اخلي الشكل يحصل له روتيشن؟ عن طريق ايه؟ محرك الاريا. ايوه اتحرك. هي ليه ما حصلوش روتيشن؟ عشان المساحه اللي فوق قد المساحه الايه؟ فالمساحه دي مع المساحه، عارف انت المرجحه لما حد يقعد نفس الميزان فما يحصلش خلاص يوزنوا بعض. لكن مجرد ما حرك السنترويد او المحور الاكس بتاعي كده شويه بقت المساحه دي اكبر من دي. مجرد ما احط كده حصل روتيشن من غير قوه. امال حصل روتيشن نتيجه ايه؟ نتيجه خصائص القطاعات كلها. فالروتيشن اللي بيحصل حوالين محور اكس ده انا هسميه الايه؟ الاي اكس. والروتيشن اللي هيحصل حوالين محور واي هسميه الايه؟ الاي واي. اللي عايز يسال يرفع ايده. كل قاعد فاهم؟ طيب اتفضل. هي هو انا فاهمها بس الاي اكس يعني احددها بايه؟ يعني انا فاهم الفكره. حلو. القانون. لا انا ما عملتش قانون. انا بفهمك بس الاي اكس هو مقاومه القطاع، مقاومه القطاع حوالين محور اكس. والاي واي هو مقاومه القطاع حوالين محور واي. زي ما عملت اكس هو نفس الوقت. طيب القانون ده دي قوانين ثابته المفروض اثباتها كان في اولى، يعني في اولى مدى. تمام؟ انت ما عليكش اثبات، انت عليك بتحفظ القانون بس. القانون عباره عن ايه؟ عباره عن الموازي في العمود تكعيب على ال 12، ده للمستطيل. الموازي في العمودي ها؟ تكعيب على ال 12.
طبعا على 12 للمستطيل. هنشوف المربع على كام، للدائره على كام، المثلث على كام. في ايه هنجيب الاي اكس اكس والاي واي واي، وبعد كده وبعد كده هنجيب الاي اكس واي والكلام ده. الاي اكس قلنا الموازي، يعني الموازي المحور ايه؟ ها اكس. ادي اكس، فين الضلع الموازي محور اكس؟ بي. بي يبقى الموازي اللي هو البي. في العمود اكس، مين الضلع العمودي على اكس؟ اللي هو اتش. يبقى في العمودي تكعيب على 12، ادي الاي اكس. معايا؟ طيب تيجي نشوف الاي واي. الموازي الواي الموازي ليها اتش. في العمودي بي تكعيب على 12. كده انا هكتفي النهارده بالقوانين دي، سنترويد الشكل والاي اكس والاي واي. المره الجايه هديك الاي اكس واي والاي يو والاي في والاي اللي هي الاي اكس اكس والاي واي. هكتفي النهارده بالسي جي والاي اكس والاي واي. حد عنده مشاكل؟ طيب انت هتحفظ يعني الست قوانين دول او ست اشكال دول مع الشكلين، المره الجايه هتحفظهم. مجرد ما تحفظ الاشكال طبعا في الامتحان ما بيجيلكش بقى الاشكال دي، امال ايه؟ بيجيلك شكلها على بعض، نص دايره مع حته مثلث مع حته مربع، ودي المساله اللي هناخدها النهارده. معايا؟ انتوا خدتوا الكلام ده في المحاضره؟ الكلام ده. طيب ده بالنسبه للمستطيل. طب تعال حل معايا. حل معايا المربع. اول حاجه السي جي بتاع المربع فين؟ حلو، محور اكس. ينفع احط محور اكس في حته تقسم المربع لنصين متماثلين؟ في المنتصف ادي محور اكس. طب ينفع احط محور واي في المربع يقسم شكل نصين متماثلين؟ تعال نشوف مع بعض السي جي جبناها خلاص. تعال نجيب الاي اكس ونجيب الايه؟ يلا قول الموازي هو العرض بي. طب والطول بي برضه، ما هو مربع طول قد عرض. يلا الموازي اكس، الموازي الاكس اللي هو بي. بي 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 ودي بي برضه، ده العرض هو اي نضاره وخلاص. يبقى الموازي الاكس اللي هو بي. في العمودي تكعيب، يعني في بي ايه تكعيب؟ بي في بي تكعيب بي اس 4، يبقى دي بي اس 4 على 12. يبقى نفس القانون في الاي واي، نفس القانون. هو المستطيل هو المربع، المربع هو حاله من المستطيل، هو مستطيل طول قد عرض. نفس القانون ده، نفس القانون، بس هنا البي غير الاتش. قلنا البي في الاتش تكعيب، لكن هنا البي هي الاتش اللي هي البي. بي في الاتش تكعيب او البي في البي تكعيب اللي هي بي اس 4. طيب بالنسبه للواي، الموازي الواي اللي هو نفس القانون بي في الموازي للواي، ده الموازي الواي في العمودي على الواي اللي هو بي تكعيب. بي في بي تكعيب بي اس 4، بي اس 4 ادي القانون. هزود لك حاجه اسمها الاي اكس واي، وده مش هتظهر النهارده مشكله. ليه؟ قال لك الاي اكس واي تساوي صفر طالما احدى المحورين او كليهما، احدى المحورين او كليهما يقسم الشكل نصين متماثلين. الاي اكس واي تساوي صفر امتى؟ طالما احدى المحورين يعني واحد منهم او كليهما يقسم الشكل نصين متماثلين. تعال في عندك محور هنا يقسم شكل نصين متماثلين؟ ده الاثنين، ده يقسم اكس وواي متماثلين وده متماثلين، صح؟ يبقى الاي اكس واي بكام؟ برضه هنا مش المحورين بيقسموا نصين متماثلين؟ يبقى الاي اكس واي بكام؟ صفر. حد تاه مني؟ لا تاني النقطة دي معلش. الاي اكس واي بتساوي صفر طالما احدى المحورين يعني واحد من المحورين او الاثنين بيقسموا الشكل نصين متماثلين. طبعا انت عندك ده بيقسم لنصين وده بيقسم لنصين، يبقى الاي اكس واي صفر. نفس الكلام بتاع المربع، الواي بيقسم لنصين متماثلين والاكس نصين متماثلين، يبقى الاي اكس واي بصفر. جايين عندها جايين عندها. طيب احنا لما بنيجي نقول سي جي فاكرين الاي اكس واي مين اللي ممكن مش انت قلت سي جي هو كمل ونشوف الاسئله بتاعتك. كمل شوف. تعالى للمثلث.
المثلث لا مش حلو عليك ايه لعب وبطل يعمل في المشاهد لا لا انا شاب زمينك وبقول لك مش حلو عليك ممكن بقى تركز معايا تعال السي جي للمثلث انا بدور على محور اكس او محور واي يقسم الشكل نصين متماثلين في محور هنا يقسم الشكل نصين متماثلين اللي هو واي يبقى انا كده قدرت اجيب محور واي ما فيهوش مشاكل ادي واي قسم الشكل الايه طالما في محور قسم الشكل نصين يبقى الاي اكس واي حتى لو الثاني زي ما تشوف ما يقسمش بس على الاقل في واحد طيب جبت